بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في القناة المزيانة متاعنا. اليوم الحلقة متاعنا هي يعني مش نعملوها في جرة الحلقة اللي فاتت متاع الطاجين بونارين، اللي برشا من الناس سألوني كيفاش هذاك مسلم وش طاجين بونارين. احنا نقولوا له هكذا معناتها معناتها مرني رانا ماناش في الاخر. السلام عليكم، قبل كل شيء ماناش مرجع اساسي. احنا هكذا قلت لكم قبلنا، احنا كاش نطيبوا واحنا شو استنسنا به. فانت نقولوا له مسلي ونقولوا له طاجين بونار. احنا في الاصل نقولوا له مسلي، اما اكثر الناس يقولوا له طاجين بونارين. دونك مشيت باللغه اللي يمشوا بها اكثر الناس. هو قبل ابارامون كانوا يطيبوه على الكانون ويحطوا الحمل فوق. يظهر لي والله اعلم الحقيقه، ما ندخلش في التاريخ والحاجات الواحده. وكيف عملنا الخبز في الحلقه اللي فاتت؟ الناس برشا يعني في التعليقات قالوا لنا وريونا كيفاش تعملوا الفروماج التركيني والريغوتا، وش نزيدوكم زاد اليوم وصفة موزاريلا. جبنة الموزاريلا. الموزاريلا على فكرة باش نجربها مع بعضنا، خاطرني خدم عملتها قبل قداش مرة تتذكر أنوارا نعملها قداش مرة مثلا نقولوا على 5 مرات نعملها ثم مرة ما تنجحليش. احنا توا في تحدي مع بعضنا، عبارة عائلة واحدة قاعدين مع بعضنا في الكوجينة وباش نعملوا مع بعضنا الوصفة متاعنا هذه اليوم، على خاطركم انتوما طلبتوها منا برشا في التعاليق في الحلقة اللي فاتت. ربي يبارك لكم الناس الكل، ويلا نبدأ. باهي، أول حاجة تبارك الله عنا بسم الله ما شاء الله 10 إترات حليب بكري. نأكد لكم حليب بكري، راهم ينجموا يعملها بالحليب بكويت، الحليب الأحمر بكويت. ما ننصحكم مش مطلعكم جملة كونتيتي كبيرة، مع تطلعكم كونتيتي حقيقة تعربي صغيرة على الأخر. فهمتك علاش نسعود يوم مش نعملوا الحاجة طلحنا أكثر نستفيد منها أكثر. فهمت شن ناخذوا الحليب من مصدر موثوق، اهم حاجه نقولها لكم المصدر موثوق، مصدر نظيف. انا ديما راني نصفيه، وعلى قد ما نصفيه بنلقى فيه حتى شيء. واضح. فهمت عاده ساعات تاخذ حاجه وتشم فيها حتى ريحه خايبه، مثلا ريحه ماشي بنينه، مش ريحه حليب ولا ريحه حاجه. فهمت بالنسبه للناس اللي خاصه تسكن في قصر هلال، نحب نوجه تحيه لسي اخويا صاحبي المشي، نقولوا له احنا اللي ناخذ من عنده في الحليب البقري، صدقوني معناها حاجه ما شاء الله الحقيقه نظيف وما شاء الله معناها. ربي يبارك له. اللي يحب ياخذ نمروه تنخلي له في معناها في التعليق يطلب نمروه ونجمو تاخذوا من عنده الحليب البقري. بالضبط. يلا نحتاجوا الحليب البقري، نحتاجوا خل وقارص. به القارص مش نستعمله جوست للموزاريلا، مش نستعمله للفروماج للفروماج تارتيني للريغوتا. فهمتوني ولا ريغوتا تحب لها جوست ريغوتا والفروماج تارتيني زوز نفس الوصفه. تنوريكم هذيك كاش نخدمها انا توا. باش نعمل قبل كل شيء الموزاريلا، هاش نقول لكم علاش الموزاريلا راهي ما تخرجش الحليب، ما تخرجش البروتيين الكل من البروتين الحليب، ما تخرجوش الكل من الحليب. فهمت هيك علاش الحليب نتاعها باش نزيدو نستفادو منه ونعملو به ريغوتا فرماج تارتيني. باهي بالنسبه للقارص والخل مربوطه بكميه معينه، معناها تحطها ولا نشوفو نقول لكم كيفاش بعدين علينا ميزاننا. باهي او حاجه اينوكس نعاود لكم واش نخدم نجم تخدموها كان في الاينوكس. واضح. باهي اكل يبدا شنو يقولوا له الجرانيت وكل شيء. لا الجرانيت راهو على فكره راهو الحقيقة أني ما خذيتوش من الأولى، ما خذيتهم بعد. فهمت الجرانيت فيه حاجة خايبة شوية، إنه يشد شوية طعمة الماكلة مهما تغسله مهما كل شيء لابد يخلي هيك شوية الوحدة. والجرانيت على فكرة إذا كان بدي يتقرقش لكم ديركت لوح طيش شرطو في جهة التطيب من فوق مش مشكلة. لا مش مشكلة، أما في جهة التطيب علاش أني بالحق خذيته بلغة أخرى نجم نكون ندمت شوية، خطر ما خيرش من لينوكس ضايف برك الله قداش عام عرس معانا هذا. فهمت معناتها الحقيقة. باه نمشي وطوي نبداو. أول حاجة قلنا نصفيو الحليب متاعنا. باه بسم الله نبعد مزوصة. باهي أني الموتزاريلا يمكن نعمل فيها 4 إترات يزي 4 إترات موتزاريلا ونخليو الباقي للفرماج وواحد. فهمتوني ولا؟ باهي دونك الموتزاريلا باش نعملها في هذيا، خاطر الطنجرة هذيا أكبر مش أكبر أقل معناتها. بسم الله ربي بركة الله. ديجا ريحتو سافا، ما في حتى شيء. جابونا اليوم صباح معناتها، إذا كان بديروا بالكم ولا حاجة خير ويبدا حليب فريش معناتها مش متاع مرابش ولا حاجة. هي على فكرة راهو يعني الله الحمد رسول الله هاني ناخذ من عنده في الحليب البقري لترتين ب 4000 فرنك.
دبوسه ب 4000 ما شاء الله حليب ما فيه حتى شيء حتى شيء لا شعر لا حتى شيء معناتها هذاك محيد نتاع القارص خاطر عصرت القارص يعني في نفس الواحد به هذو ما كانوا نحيها من هون وتو شنو نعملوا باش نقول حاجه بركه هي خاطيه الموضوع فهمت الدبابس هذوما اللي فاهم الحليب دي بريفيرونس بربي مع تشلهم بالماء قبل ما تلوحهم على خاطر راهو الحليب يتخمر في وسطها وتنجم حتى بعد مسكنات يجيو يلموا بعديك في الدابس وكل شيء ترشقوا اكزاكتومون تترشق معناتها تعمل حتى ريحه خايبه وكل شيء واحد هنا ديما يلطف يتلطف بالناس وكذا والله ربي يبارك لك يا مريم شرط من شروط الموتزاريلا انه لازم يتحط على نار ما تكونش قويه الجمله عكس الاخرين باش ما ياكلش شوك مش ما ياكلش شوك لا 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 هي الموتزاريلا ما لازمهاش حليب سخون سخون برشا فهمت الموتزاريلا لازمها حليب انت كي تغطى صبعك فيه ما تتلكعش معناتها بريسك نفس الحراره نتاع جسم الانسان معناتها ماهيش حراره عاليه برشا فهمت نبداوها هكاكا ونخليها شويه على نار ديما نخليهم عباره باش نبستروه معناتها احنا بلغتنا باش نعقموه شويه مش دوما هي بحراره صبعنا مثلا سيبوه معناتها نحطوا لا لا مسيرش نقعدوا نحركوا وعلى نار شبه طافيه معناتها نار صغيره على الاخر باش نبستروا الحليب باش يتعقموه وكذا فهمت باهي اني على فكره انا قبلت عملتها بالبريزور معناتها عملتها بالمنفحه اللي اخذها من الفارماسي الحقيقه نتاع ربي احنا ما كنتش نحسب باش يجيب لي كونتيتي هذه معناتها كنتش نعمل جوست فرماج وواحده ما عنديش بريزور توا هيك علاش قلت لكم باش نجربها معاكم توا جوست بالخل والقرص وكذا هاي بسم الله نحطها على الغاز وبالنار هاديه شويه وبعديك هذوك الزوز ثلاثه دايس هذوك نعملهم الفرماج تارتيني والريبوتا باه حاسيلو ان نبداو نسخنوا في الحليب نتاعنا ربي يبارك لكم الناس الكل وكي العاده عايش بنتي وكي العاده ما غير ما نوصيكم باش تعملونا ابوني في الشان نتاعنا باش تشجعونا باش نواصلوا وتحطوا ابوني في الشان صحيت وتحطوا لنا كجامك العجيبه وتبارتاجيو الحلقه كان عجبتكم الحليب نتاعنا انور بكري كوني نحرك فيه فهمت حسيته سخن برشا وقت حطيت صبعي حسيته سخن شنو عملت انور زادت الحليب من الاخر فهمت نعملوها هكاك صافا نجم نحط صبعي فيه دونك صافا انت تو عملت ايترتين ونص خمسة ايترات معناتها خمسة ايترات بالضبط توا هنا هكاك سيمو معناتها تقريبا احنا شوف احنا رانا قصنا بالترمومتر ايه مش الناس كل عندها ترمومتر دونك باش نمشيو بالباز العاديه الباز العاديه تحط صبعك وتشوف اسكو معناتها الحليب صبعك يستحمل حراره الحليب ولا اذا كانوا برشا سخون على البلاصه بردوا بحاجه اخرى واللي عنده ترمومتر قد ايش يوصل 43 42 هكا هكا في الزون هذيك معناتها فهمتوا باش نعملوا توا باش نزيد الخل توا بهذا باش نحيه بسم الله باش ناخذ هذه نبدا الكسكسي تاعنا حاجه مشبكه معناها مشبكه ايه بسم الله يا ربي بركه الله بسم الله حطينا كاس نتاع تاي اخضر خل كبير راه مش ايه. ما تقارنوش بكاس ترابلسي ايه باش نحطوا لهني اوبا على البلاصه على البلاصه ايه بسم الله باش نحطوا ربع كاس قرص النار طافية النار طفيتها توا على خاطر تنزيد شوية ونزيدها توا حاجتي باش نكون الجبن معناتها باهي شو نعمل باش نبداو ناخذو ونحطو على جنب ناخذو ونكومو لازمكش تخص تقعد تحرك على بعضها تحاول ايه تحاول تقعد هكاكا تاخو تبدا تكوم تاخو ديجا كان تلاحظوا اللون بدا يتبدل أيه. الماء نتاعو بدا يصفر لكن اللي خدمنا به الخبز نتاع الحلقه اللي فاتت هذاك هو المي بالضبط المي هذاك على فكره انا ما حبيتش نقول لهم شنو اسمه خاطر نقول لك شي معناتها شنو اسمه سميتو لي لا نعرفه انا يعني هذاك يقولوا له الشرش بالضبط الشرش هذاك راه قلت لي خاطر الناس تقول لك شنو معناتها اصلا شرش ولا فهمت احنا تو شو نعمل باش ناخذوا الكومات هذو ما حصلناها باش نخرجها ونحطها تتصفى البرا خاطر الامور معناتها ماهيش كي ريكوتا تبدا مدالت
مش هذا روحة برشا بسم الله بركيت مليح. هذه برامون المرحلة الأولى نتاع الموزاريلا السهلة. خاطر اللي جاي أصعب هكا ولا؟ أنا وتس ولازم وديت يستحملوا السخانة ما كانوش يستعملوا بوانتوات ولا اللي هو. فأنا مناش نحكيو على حاجة برو معناتها بروفيسيونيل ولا معناتها نحكيو على حاجة واحد باش يعمل عليها جو في داره. عادية معناتها الحكم اللي أنت تعلمتها في إيطاليا وكل في نابولي. فهمت؟ نحكي ولا نسمي طول عمرك ما شاء الله بدات من توا تتشبع ان شاء الله يا ربي تنجح نفضلك وراه ولا ايطاليا حتى شي رانا نصوروا مقطع مع انه حلمي راهو باش حلمي باش حلمي الزقيه تحياتي لصديقي حلمي الزقيه وين نقول له حلمي معناتها يجبد لي على صديقه سلام على ربي يبارك فيه فيفا فيه هو نسكن في قصر الهلال خو هو جي في فرنسا خاطر ديما نغلط الماء هذا اش تعاود تغليه تو هذايا شوف هذايا اللي يحب يزيدوا الخل ونجم يطلع منه شويه ريكوتا ما هي تو هذايا باش نستعمل نحط منه بعديك الماء الاخر احنا واش نتبعوك معناها خطوه بخطوه في العدد باهي تو هذا باش يتصفى في الكسكاس خليه يستقطر شويه ومن بعد شنو باش نعملوا باش نقصوه شويه شويه ونعاودوا كل ناخذوا معناتها دور دور ولا كروات ولا تصرفوا وبعديكم نحطوهم في ماء سخون نفسه هذايا هذا هو نفسه باش نعاودوا نسخنوه نار سخونه نار قويه وناخذوا منه اللي طلعناها الجبن هذايا الحلات جبن لهني موش جبن ونبداو نخدموا به على نار سخونه باهوش نتبعوك الحصول هنا يتحط خديته بشويه بشويه نبدا ننزل بكل لطف ما تحبش العنف لا لا بشويه بشويه ها جوست دوما معناتها نحب نكورها وكون الحمد لله فورمه فقط معناتها به تو شو شنو في المرحله هذه باش نحط شويه ملح اللي يحب يملح شويه الموتزاريلا ان شاء الله تطلع لنا موتزاريلا باهي يا رب حضرت مي بالغلاسون على خاطر باش نستحمل باش نستحمل السخانه باهي احط لك المي الاخر اللي بظل اي هذاك طبعا هذاك ما فيش استعمال كبير باش نستعملوه جوست ما تركش معاه انور ما حدش هذاك شويه تعجنوا بيه تستخدموا منه الا حاجه يا تكبوا الفوقاني وتخليوا الكار لوطاني اللي فيه برشا واحد يا تعملوا بيه كيك يا تعملوا بيه لا تحبوا تعملوا معناتها انت تو عباره اش تعجنها في وسط الماء السخون هذاك انا مديت بدلت سباتيول خاطر تعاوني خير من هذيك من الاخرى باه تو نبداو نلاحظوا اللي هي بدات تتحل بشويه بشويه ونعاود لكم راني عملتها قبل بالبريجور اول مره نعملها بالخل والقرص نتاع ادعيه ودعيه ان شاء الله تنجح حتى كان ما نشحتش نعملها ريكوتا ولا نعملها فرماج الاخر ما عنده وين يمشي فهمت هاي هانا بدينا تتمط معناتها ما شاء الله نمشي ونحاول نعملها هيك نمشي وهي باش تبدا تتحل نعاونها على الحلين معناتها مش في ساعه في ساعه هو تحب لها شويه وقت الحقيقه هيك علاش تتباع الموزاريلا العربيه غاليه واصلا معناها خمسة ايترات ما يطيحوش برشا ما يطيحوش برشا خاطر حتى هي غالية عن وراها معناتها فهمت بدات شفت بدات تتحلى بدينا نوصلوا للمرحلة اللي نحبوا عليها لازمها تكون سامحة والاخر ليس مازالت ما وصلتش ليس شفتوا فيها مازالت كي هكاكا دونك مازلنا ما وصلناش للمرحلة مثالش عاونها كيما قلت لكم سباتيول خير والا لو ولا مغرفة لوح ماهيش نتاع ريحة الماكلة نعاود لكم راه مش اي مغرفه لوح نجم تستعملها نجم نجيبو مدريه مثلا نعم انها المخدرات شفتوا ما شاء الله اوبا ادعيوا ادعيوا ان شاء الله تنجح يا باذن الله باذن الله معناتها ماشيين في خطوه باهيه ان شاء الله ان شاء الله على قلوبها ترزاق ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله الناس الكل بخير والبركه ان شاء الله ان شاء الله يا والله بالحق انا بالحق ديما واحد يقول يدعي بالبركه اهم حاجه راه البركه اللي نسمها سر الهي والله بالحق سر الهي الناس كل كيت الناس الكل كي ما شاء الله معناتها ربي رزقهم من خير ومن فلوس ولا الفايده في البركه هي اللي تخلي لكم حياتكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي ترزق الناس الكل بالبركه والخير والسعاده يا ربي الماء نورمال يغلي ما شاء الله هذاك الشيء عوانها باش تتمد كل ما تسخن اكثر انا النار انت تو حطك ما شاء الله
علاش سامحني ساعه علاش مديت السباتول؟ خاطر السباتول هي في كيف اليدين فهمت لي مول على الاخر وتنجم معناتها تنجم تتحكم فيها فهمت كيفاش كيما اليد بالضبط فهمت هي عباره تلم كيما اليد مش كيما الحاجه حديد ولا اينوكس ولا لوح ولا شفتوا السباتولا ما شاء الله أني راني باش نزيد فهمت نجم توقفوا لهنا وتقولوا سيد كعبرها معناتها وبيديكم لازمكم تستعملوا ايديكم هنا اماني باقي مازلت نحب نوصل لمرحله خير من هكاك ان شاء الله هذه راهي كعبوره بركه من كعبره بسم الله احنا تو باش نتبعوك في الوحده الاولى معناتها لاحظت انه بالبريزور ولا بلاش سي كيف كيف معناتها بلغتنا احنا راهو ولات ليس برشا شفتوا ما شاء الله راني استخيل توا في بلاتو بيتزا متى نعملوا بيتزا ان شاء الله ان شاء الله مادام عملنا الفرماج توا تربي نعملوا نعملوا بها كنافة نعملوا بها بيتزا كنافة هذيك اول مرة وقتها انا ومها كلينا الكنافة وقتها هزيتها معايا لتركيا على فكرة كنت نشتهاها اما الحقيقة انا كملتها ما كملتهاش دوك منها كانش يودي حتى ربع عام وصغيرة راهو اللي خذيناها وقتها في اسطنبول مشينا نخدم وقتها في اسطنبول هزيتها معايا حاسيلو شاخت على فكره راهو انا بالنسبه للناس اللي تبع فيها في العمره ان شاء الله قصد ربي ان شاء الله نهار 21 جويليه لاسطنبول عندي جروب باش نهزو معايا واللي يحب خلينا نعمل شويه اشهار روح واللي يحب يمشي لاسطنبول معايا ولا للعمره يكلمني على نمرويا حتى نخليه لكم تو فهمتني نجم يمشي معايا للعمره والا يمشي معايا زاد لتركيا وتعملوا برشا جو وصدقوني فما نصور للناس اللي قاعده تتفرج عليا فما اللي يعرفكم مني في الخدمه نتاع التوريزم الناس كل ترحم لي على والديا وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر ما شاء الله يغفر شيء كبير يا عمري عذاب اليم معناتها تو شو نعملوا به اني الميل الاخر اللي مديته في بالي باش نعمل به الكلاصون لا ما حشتيش بيه تو شو نعمل له اني باش نزيد شويه ملح تو الميل هذاك وباش نحط لا الميل هذا اللي باش يملح وباش نحط فيها باش نلمها توا كعبوره وباش نحطها في المي هذاك ونمد لك عبرات الاخرين بنفس الطريقه نعملها نطولوا بيننا عليها مساج شويه كيما نقولوا الصوف يتباع برزانه والحاجه الباهيه تحب لها الوقت المليح يبقى المليح يبقى الملوخيه نتاعي قاعده تطيب على جنب اليوم على فكره راهو احنا نصوروا فيها هذه نهار راس العام واحد محرم فهمت ربي يجعله ان شاء الله مبارك على الامه الاسلاميه الكل يا ربي ربي يفرج على تونس وربي كما يقولوا يولي عليها خيارها يا ربي تبعد علينا كل من يحب من تونس الشر لها يا ربي يا ربي واهم حاجه ما ننساوش كل مره والله أنور نقول لك حاجه والله ربي يلطف اخوانا في فلسطين مسكنات لا ميله ضوله حتى شيء يا ربي تلطف بهم والله به ولات لي شفتوا ما شاء الله معناتها اني توي ظهرت لي سافا معناتها مش باش نزيدها توا هكاك توا اني جوست باش نلمها حتى ساعه نشوف كيف باش نلمها سخونه برشا سخونه ما تعرفش اش نعملوها الحلول موجوده باذن الله هوني بسم الله ربي بركة الله تعملوا هكاك هكاك هذه الكعبوره الاولى موتزاريلا هذه الكعبوره الاولى المزدق حطها لهني اللي لاحظته انك انت قاعده تزيد وتنقص في النار اي كي راها سخن على الاخر ولا شيء بدل الغلي الغليان ما حاشيش بيه باش تغلي معناتها يعني حاشي بها باش تتحلي هي ونخدمها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الاخرى قاعده تشد روحها ما شاء الله وجوهكم باهي علينا ان شاء الله امين بالحق اني يعني عمري اللي خدمتها بالقارص والخل انا اساسا ديما نخدمها بك البريزور فهمت واخر مره خذيت البريزور جي حالة حليلة ما نعرفش يمكن مخشوش ولا ولكش قديم برشا ولا على فكرة هو تعرف شنو البريزور ولا هو انزيم ياخذوه من معدة البقرة شنو هي معدة البقرة؟ معدة البقرة المعدة المعدة متاع البقرة ياخذوا منها الانزيم هذا اللي يخلي الجبونات تتحول الى الى جبونات معناتها والى موتزاريلا وغيره باهي فرضا احنا ما فماش بريزور هو ما شاء الله بالخل والقارص بالضبط باهي فرضا كي تبدا هي ماهيش ناجحه البول نتاع الموزاريلا اي وقتها تحطها في الماء تتحل ولا شنو تتحلش ما تتحلش متى ما تتحلكش هي اصلا من المرحله ذي ما تتحلش تي بس كي الفرماج الفرماج نتاع هوني تملحها وتستعملها كفرماج بسم الله ما شاء الله هيا في ساعه في ساعه حسيلو انا وريناكم توا الباز كيفاش نكملوا الخمسه كبر هذوك ونتعداو نعملوا الريكوتا والفرماج الاخر اللي هو اسهل برشا من الموزاريلا ربي يبارك لكم الناس الكل
وكل عادة ما غير منوصيكم تعملونا أبوني في شانتانا، تبرتجيو الحلقة وتحطونا كجامك العجيبة، ورانا نحبكم برشا. انتو احنا دي آخر كعبورة به دي انت عارفها اللي هي سيبون وقت اللي تبدأ وتتجبدوا هكيكة وما تتقطعش، مادام هي تتقطع راهي مازال تحب لها شوية خدمة واضحة كهو. هذه ما شاء الله هاكم تشوفوا معناتها من أي جانب باش نعملها، واظرها أي جنب نعمل بيه برك الله توصل حتى جلل شي كبير يا عمري، معناتها سيبون هذه مورها مريقلة توجيش لمها كيما الكرة الأخرى، وكملنا هكيكة تغيراتنا الكل بلوكيتو وكهو. يا سيدي هذه الموزاريلا نتاعنا حضرت، جوها احلى جو، امورها واضحه، باش نشوفوا توا الميزان قداش طيح لنا بخمسة اترات حليب. يلا معها نحطوا الميزه زيرو. نبدا بسم الله. هذه واحده انا نقول حكايه 500 جرام 500 600 لا 500 من با 500 يمكن 400 500 جرام رطل موزاريلا 5 اترات معناتها انا لتر طايح لك 100 جرام. هو الكيلو تاع الموزاريلا، الموزاريلا الاصلي الموزاريلا العربيه اللي تاخذها من عند الحلايبي معناتها تمشي في زون تاع 35000 25 لا موزاريلا العربي مش الموزاريلا لا 25 كيلو الاخرى ب 10000 بريباراسيون ب 15000 كيلو والباقي ب 25. الموزاريلا العربي بتاع العربي اللي يبيعها الفلاح مش العربي اللي يبيعها في الوحده تجيهم كاشتي معناتها فهمت نقصد الموزاريلا العربي اللي تجي من عند الفلاح والله في الزون بتاع ال 35 اللي يبيعوا فيها اللي يظل معناتها واحد يبيع الحليب العربي ويبيع الحليب يا ربي الحليب البقري ويبيع الزبده العربي ويبيع معاها الموزاريلا اللي صنعها هو فهم كيفاش الاخرى راهي تخدم في اللي نقولوا عليها موزاريلا عربي تخدم في المعامل فهمت كيفاش؟ اما هي راهي موزاريلا عربي بحق حليب فهمت؟ حسابيا تو معناها الخمسه اترات يتكلفوا لتر ب 2000 معناها ب 10000 فرنك 10000 فرنك رطل معناها الكيلو ب 20 دينار رابح فهمت؟ كيلو ب 20 وتخدم ايه معناها هذه تكلفت ب 10000 فرنك معناتها زاد ارخص من الموزاريلا اللي بيصنعها في المعامل ومعناتها بلا باش تكون ارخص وزيد حاجه اخرى ريحه حليب معناتها بسم الله ما شاء الله حتى راهي ريحه حتى تنجربها تنعمل بيتزا مره وتنستعملها حاجه دياري ومعروفه 100% شنو هي السلعه اللي عندك يا ودي هذوما اللي يبيعوهم الكعب اللي تبيعها مثلا الكعبورات معناتها الكور اللي كيف كيكه تمشي تاخذهم من الكارفور من لي غرون سيرفاس كارفور مقاطعين على فكره تمشي تاخذهم من لي غرون سيرفاس ولا حاجه تلقاهم يتباعوا بالحق غاليين على الاخر اللي هما الطليانيين فهمت من ايطاليا عندها اثر احنا جربناه وطلعت اثر باهي الجزء الاول تو نتاع الحلقه نتاعنا كملناه نتاع الموزاريلا بالضبط شنو باش نعملوا تو الجزء الثاني؟ باش نتوكلوا على ربي نعملوا الفرماج تارتيني وش نعملوا الريغوتا لا طلبتوا الزوم الزوز لا طلبتهم منا باهي باش نقول لكم على حاجه بعديك هي نفسها اللي تطلع منها الريغوتا هي نفسها اللي طلع منها الفرماج الجبن العربي كي بالها شويه لا الجبن الجبن العربي الجبن اللي ياكلوه معناتها في ترونشي ريغوتا وتنجم تطلع منها نفس الطريقه تزيدوا شويه ملح وتبسبسوا بالملح من برا معناتها وتخليه في الفريجيدير هكاك يقعد اكثر بريود باش يخرج منه الماء الكل ويولي كونكريسي معناتها يولي مضغوط باهي ربي يبارك لك يا يرحم والديك وكي العاده ما غير منوصيكم باش تعملوا ابوني في الشان تاعنا تبارتاجيو الحلقه وتحطوا لنا كجامك العجيبه ونعاود لكم مره اخرى راني جربتها معاكم معناتها اول مره جربتها بالخل والقارص عمري لا جربتها وطلعت ناجحه معناتها 100% ناجحه وتوكلوا على ربي ما يسالش نص حويجه طبيعيه بيدينا ما يسالش هذا الحليب نتاعنا صفيته كيما بكري بالضبط حطيته على الغاز يسخن على روحه باهي هذايا اللي عملنا به الموتزاريلا الكعبره تاع الموتزاريلا اللي في الاخر بالكل العجنه فيه الموتزاريلا هو يغلي اغزر هكا شرجع حليب دونك اني هذايا باش نستعملو ونعاود نرجعو هذوما توام الجمله العشرة قدرت على فكره هذايا بالذات المي هذايا كان تحط ايدك فيه تلقاه كله زيوت كله دهون عباره دهون تخرج لبرا فهمتها باه هذا على قد من المرحله الاولانيه مو كان مليان تبارك الله اني شو نعمل اني خليته يركض معناتها على الاخر الفوقاني كل فاتح كل شيء كبيته وخليته جوست اللوطاني كلا شفتوا كيفاش يبدا اللوطاني فيه شويه هكا تحبوا تخليه كيما هو تعبيه في البيبسات بالله وتحطوه في الفريجيدير نتاعكم على فكره راهو ما ديوري دوي نتاعو ما تفوت الجمعه اني ما خليش اكثر من جمعه
يبقى اللي يعمل ريحه حقيقه قارصه شويه ولا قاصحه ما نحبش الحقيقه. لا كل شيء خلي شيء جرب ثلاث ايام هكاك اعجن على روحك وتبدا بنا مش نورمال. هذا نجم نحطوه هنا توا والا زاد نجم نخليوه في معناتها في الدبسات بالله في الفريجيدير. انتم شنو تحبوا توا؟ هذا باش نطلعوا منه الريكوتا والفرماج تارتيني. تارتيني طيب يعني توا باش نحطوا اش نقول لكم علاش نحطوا خاطر ديجا هو باش هذايا علاش نخرجوا منه الريكوتا والفرماج تارتيني باش هي مش يسيب النامي اخر اللي ما عندوش ترمومتر هنا عينه متزنه برا هاني وصلت, وصلت لستين وصلت ستين معناتها اش معناتها ما قبل الغليان تاع الحليب فهمت نجم حتى تخليه يغلي يحطه معناتها عادي فهمت اما كل ما يسخن الحليب اكثر كل ما تطلع الحبات نتاع الفرماج يطلعوا يابسين اكثر دير اكثر فهمت هيك علاش معناتها الموتزاريلا تحب لها كل تخرج تعرف باش تعرفوه دوما عندكم ترمومتر كيف اول ما يبدا يطلع في الدخان يبدا يطلع في البخار فهمت ما يوصلش لمرحله الغليان او ما يبدا يطلع في البخار نتاعو نشوف شنو نعمل تو عندنا كويس خل نقوله بسم الله ونحطه من غير قارصة من غير قارص الريكوتا راهي القارص يجيني يبدل الطعم الحقيقة ما نحبوش برشا نبداو نحركو أوب على البلاصة شفتوه ولا؟ على البلاصة عمل لك ال خليه النار قوية خليها أي حتى فين يوصل الكولور نتاعه هذا هو الحشو المي يولي ترانسبارون معناتها هي العملية هذه عبارة تفرق البروتين الحليب على المين موجود فيه نصورها هكاك معناتها ما تبداش تعجن كيما لا 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 هذه خلط 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 وجلط قناة خلط وجلط معكم شفتوا ولا البلاصة تلم أكثر شفتوا ولا هذاك هو اللي حاجته بيهم نصور طاو سكرت النار مش بدنا نحط فيه في كسكاس والا في مصفى تكون النقب نقبته جويدين شويه يعني هذا اكثر كسكاس عندي النقب نتاعو جيدين هذا جويدين دونك نبدأ نهزو بشويه بسم الله يا ربي ونحطو باهي ما ريتك حطيت شنو يتسمى حطيت الموسلين طرف موسلين ولا اجود برشا ولا اكزاكتو هذيك باش ما يخليش الوحيد الصغيرات هذوما يتعدى وكاو طاوش نحطيو وطوالي كنت باش نعملو تو يعني لاحظتك الماء اللي زدته الحليب الفاضل الموزاريلا ما زادش حاجه كبيره ما زدتش حاجه كبيره لا ما زدتش حاجه كبيره ديجا طلعنا من الموزاريلا اصلا السخونه دي حتى كان ما زدتش معناها ما زدتش هذوكم اللي حطيتهم كيف 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 مش يعملوا ديفرنس بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ شويه منها باش نحطها حطيت في قعر الصفايا سينوش وهذيك كهو مانيش باش نعمل برشا ريكوتا والباقي هذا باش نحطو في روبو والا بالميكسور بلا تحبو ولا شنو اسمها بلاندر هذيك نصبو معاها شويه انا صبيت شويه مية اي باهي بالنسبه للريكوتا هذه هكا معناها خليها تستقطر وكهو هذه ما عندها حتى نقول لها حتى شيء تستقطر هاني بالسنوج نتاعها تستقطر شويه تحطها في حاجه اخرى وكا هذه النتيجه اللي هي النتيجه حطيناها في الروبو ولا في حاجه هكاك ولا في البلاندر ولا حاجه ونخليها تدور معناها ترحاها معناها اي تدور باش نزيدها الميك اللي عملناه في اللي قابلنا بكري كيك شطار كاسك مغرفة زبدة عربي هوني نجم نقوله لهي مريقلة هي متراوهاش توا معناتها ماهيش شادة روحها برشا خاطري فيها الزبدة وهي مازال دافية فهمتوها نحطها في الفرجيدير تولي لنا فرماج تارتينين نحبوا عليها طيارة على الاخر على الاخر الحسيلو امورنا واضحة اليوم عملنا لكم جبنة الموزاريلا ان شاء الله توا المرة الجاية نصوروا حلقة متاع بيتزا نوريو النتيجة نتاعها وهي طايبة كيفاش الفروماج التارتيني يعمل 66 كيف الريكوتا تعمل 66 كيف ربي يبارك لك معها ولا يعرف عايشك ولا يعرف طريقة الريكوتا بميل بحر يقول لنا على خطر من الحقيقي برشا نسمعها يعملها بميل بحر واني عمري لجربتها بميل بحر وكهو ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وسنة هجرية مباركة ان شاء الله امين
وربي ربي يرضف بالأمة الإسلامية الكل إن شاء الله وينظرنا بعين الرحمة. آمين آمين. وهيك وصلنا للآخر الحلقة متانا. ربي يبارك لكم الناس الكل وإن شاء الله تعملونا أبوني في شان متانا، تبارتاجيوا الحلقة كان عجبتكم وتحطونا كجامك العجيبة ورانا نحبوكم برشا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.